ممتاز، أخذنا الخبز من الفرن مثل ما شفنا قبل شوي. عنا كل أنواع الخبز بالفرن الموجود هون، في باليانسون مثلاً وحبة البركة وفي خبز ألماني. لا دقيقة، بظن ما كان في من هداك، في خبز درة، بس هداك كمان كان كتير طيب، بس أنا بصراحة الخبز المفضل عندي هو خبز لنخالة. وهيك يعني. آه ما مصدق رفقاتي فايقين، عن جد شي حلو. صباح الخير زينو. صباح الخير. وليه زينو؟ يمكن ما سمعوني، ما في مشكلة، خلونا نكفي. ماما، خالة داريا ما قالت لك أي شيء؟ يعني كيف ما خبرتك إنه هي بدها تروح وتعمل عملية؟ هالمرة لحد مبارح كانت منيحة وما كان فيها شيء أبداً، وفوق منا علي خبرنا بآخر لحظة وراح. أختي قدار؟ يا ترى كنتي بتعرفي بالقصة وما خبرتينا؟ شو هالحكي؟ لأنه لك بالعادة. الله يسامحك، أنا ما عندي مو أول مرة يعني. ما لي علاقة وما بعرف شيء، لا تأصروا علي، خلصنا بقى. أمي إذا ما بتقولي إن شاء الله بموت. اسكتي، اسحبي كلامك. ما رح اسحبه. لا زينو، ما تسحبي كلامك. لا تسحبي زينو. خلص رح احكي. داريا بدها تتبرع بعضو مدري خلايا لكينان. شو يعني؟ يعني بدهم ياخذوا من كبد داريا ويزرعوا عند كينان، يعني لهالسبب تزوجته، يعني شيء مثل الزواج بالتفاهم، يعني هن اتفاق مو أكتر من هيك. مش الحال، فتحتوا هلا؟ كيف؟ كيف 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 كيف؟ مين هي؟ يا الله، لك انت شبك يا بنت، روحي من هون، فرقينا بقى. بس كينان روق. لحظة بس، لحظة، كيف يعني؟ يعني عمو كينان وداريا خانوا؟ لا أزال. ليكي واصلي معي لهونها، بعدين خلصينا من هالمسخرة تبعكم، حيلي هالفيديو، خدي طفيه بقى. شبك؟ لك انت ما رح تحسي فينا لانك مو فقيرة مثلنا. ايه شبك؟ ايه تمام، اصلا انا ما بدي ضل بالحيل تبعكم. ايه يلا روحي. بعدين الكم شغلة، اجواءكم كلياتها مملة وبتقرف وبتشبه الاكلة المنزوعة. نلعي بتضرب يلا ياخدك على المودين. انت اللي منزوعة، وحدة معفنة مثل البومة، مثل البومة من عند الصبح، بتجي بتنعق وبتعمل خراب. ليش، شو صار لك؟ ولك جرثومة يا بنت. تعال هون شوف زينو شو صار لك. زينو؟ زينو؟ خلص القصة محلولة، ما تزعلي. تمام؟ خلص ما تزعلي. أنا لازم روح لعن جاكري فوراً بالإذن. جاكري؟ شو علاقة جاكري هلا؟ والله ما بعرف شو له علاقة هذا الموضوع بهداك، والله ما فهمت. اف يلا امشي خلينا نروح. وأخي؟ عنده خبر؟ لا هداك ما عنده خبر أبداً، بس أنا عم فكر اتصل فيه. سينان تعبت وبردت، يلا اطلب لنا تاكسي خلينا نروح بقى، والله تكسروا رجلي. ما بعرفك كتير دلوعة أختي قدر، يلا رح اطلب لك تاكسي، التكاسي تحت. اطلب منك طلب رجاء. بالنسبة لسر عائلتنا الصغيرة، ما عرفت أعرف قدي نسبة السرية فيه، بتمنى هالسر يضل بين الناس اللي كانوا متواجدين هون، بكون مبسوط منكم كتير بصراحة. بس في شخص تاني بيعرف. مين؟ مين؟ على حظي المعتر، ما عاد فيني اتحمل. بكفي كمان الليالي السوداء اجت على بابي كلها. يا الله شو هالحظ هاد، ما عاد فيني اتحمل. بقيت بنص الشتوية هيك لوحدي وما حدا سأل عني. مين هذا هلا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين هاي شبكي؟ انتو يلي شبكون؟ وشو عم يصير هون؟ شو صاير معك انت، منيحة؟ ايه منيحة. لشو عاملة الحرام هيك؟ شو في بايدك؟ عم اشرب شاي. ما في شاي. مو هزال، يلا نمشي. دقيقة، شو عرفك انه ما عملتها؟ رح فهمك. اها، لو هزال عملتها كانت هي حولت هالمعلومة لمصاري، ولو كانت محولة هالمعلومة لمصاري ما كنت شفتها بهي الحالة. طيب انا رح سكر وروح. هزال هزال، انتي بلغتي عن جماعتنا؟ جماعتكم؟ ايه، امي وبابا. هديك المسألة؟ مسألة الزواج المزور ومدري شو، فهمت. شبهن؟ قبضوا عليهن يعني؟ لا تقولوها. علي اللي داريا خانهم قديش أخذت مصاري حق الكبد؟ مستاهلة الشغلة إنه باعت كبدة؟ لا تفهموني غلط يا جماعة، عن جد يعني إذا المبلغ كبير
بالظاهر أنا كمان بدي أفكر بالقصة. فوتي لشوا، فوتي بسرعة. شبكون بسرعة، فوتي. فوتي يلا يلا، لفيها بحرام، لفيها بحرام يلا. عم قول لا، أنا ما اشتكيت على حدا للشرطة أبداً، شبكون يا جماعة. طيب وقلتي شي لحدا؟ أكيد لا، طبعاً ما قلت. أنت بالعادة بتحكي وهي الحركة بتدعي للشك على فكرة. شو ما حكيت ما رح تصدقوني من الصبح وأنتو شاكين فيني، شبكون؟ مانكن شايفين؟ أنا حالياً عم اتعذب عذاب الفراق، يعني لا سيد أبوك ولا أمك بهموني بأي شي وأنا بهالحالة. فراق لقاني ما بقدر أتحمله. أنا حاسس إنه قلة المصاري ذبحتك كتير يا هزال. في هيك شي؟ إيه؟ بس ما معي مصاري، ما في مصاري، ما عندي رفقات، وإلقي تركني. برأيي أنتي طلعي لها الصديق السري. خلص نتركوني بحالي يا جماعة، همي مكفيني، صدقوني اللي أنا فيه مكفي وموفي، خلصنا بقى. أنا اقتنعت منك هزال. هزال أنا بعرفك منيح، ما كنتي بلغت الشرطة ولا شي، كانت راحت واخدت المصاري من بابا فورا وانتهى الموضوع. اقتنعت منها. لا عن جد لا لا. شبكي وليش وصر لك؟ قومي يلا. أنا غبية، غبية كتير. زينو، ما خطر ببالي أبدا. عم بحلف لك يمين علي ما يشتغل بنوب. يا رب. إيه بعرف، العشق يا حبيبتي بيخلي العقل ما يشتغل أبدا. بارك بارك، هلا إذا بطلب من أبوك بيعطيني مصاري أترى؟ ها؟ حتى أبوك ما بده يساعدني. خلونا نروح. وأنا كمان هيك رأيي، برأيي إنه ما نتعاطى مع هالجرثومة. يلا يلا خلونا نروح. علي علي، ما قديش أخذت حق كبدة. بارك المرة الجاية إذا بيلزمك متبرع تعول عندي لو سمحت. هجموا لعندي على البيت فرد هجمة، وقال شو؟ قال إنه أنا اشتكيت على عمو كنان وداريا خانهم للشرطة، عم قلن أنا ما ساويت شي وهن مصرين إنه أنا اللي عملتها. وأنت عملتي هيك شي؟ برأيك أنا بعمل هيك شي إلقي؟ والله ما بعرف هزال، وبصراحة كمان مالي أدران إلك إنك ما عملتيها. يعني أنت كمان مو مصدقني؟ أنت مثل الكل ما تتصدقني، ما هيك؟ هزال أنا بحياتي ما قدرت صدقك بشي بتقولي. جربت مرة بس أنت دائما وبكل مرة. على كل حال، بشو بدك يعني نحكي؟ أنت ليش جبتيني لهون؟ أنا بس حبيت أحكي وفش قلبي لشخص بيسمعني وبيصدق. بعتذر منك، وأنا كمان ما عندي ثقة فيك هزال، وما بقدر كذب، ما تواخذيني. ألقي ألقي، ممكن تقعد شوي لو سمحت؟ طيب وهي قاعدة. ألقي، أنا عم حاول اتغير، مانك شايف هالشي، وكون مثل ما انت بدك تماما. عم حاول كون الحبيبة اللي انت حابب تشوفها بعيونك، يعني على القليلة عم حاول، مانك ملاحظ هالشي؟ عم حاول اتغير من قلبي عن جد. ألقي، معقول مو ملاحظ هاد كله؟ ملاحظ هزال، بس أنا كيف بدك مني أطلب منك إنه تتحولي لشخصية ما تشبهك وبعيدة عنك؟ يعني ما بتحبني؟ بحبك رغم كل شي بتعمليه، بحبك. بس شو؟ ما بيكفيك الحب يا إلقي؟ ليش أنت بكفيكي؟ ها؟ أنا لو كنت بدون مصاري أو كنت شخص من توزلو ياكا، كنتي رح تضلي جنبي بس لأنك بتحبيني مثلا؟ أكيد لا. شكرا، أخذت الجواب منك، شكرا. خذ سيارتك وانت رايح. طالما انت مو جنبي ما بدي شي منك يبقى معي، خده يلا خده، ماني بحاجة حدا، أنا بدبر حالي لحالي. متأكدة انتي؟ متأكدة. إلقي، ممكن تروح قبل ما غير رأيي لو سمحت؟ يلا. طيب دقيقة دقيقة، لك أنا ليش هيك عملت وعطيته السيارة؟
لا عنجد أنا ماني طبيعية بالمرة، لك أنت وحدة غبية غبية غبية. أوف منك. سلام لكل رفقاتي الحلوين. إيه أهلين فيكم بقناتي. شو عم تقول؟ بلا صوت لو سمحتوا. روقوا. مرحبا فيكم رفقاتي الحلوين، أهلين فيكم بقناتي. اليوم حابة شارككم بشي خاص كتير فيني. أنا أخذت قرار، اعتباراً من هاللحظة رح أفتح لحالي صفحة جديدة، وهذا يوم جديد بالنسبة إلي، وبدي شارككم بمعلومة خاصة فيني. إيه وهذا الشي لأنكم غاليين على قلبي كتير مثل ما بتعرفوا. بس بالأول لو سمحتوا شاركوا بقناتي ولا تنسوا تضغطوا على لايك على الفيديو. إيه ممتاز. نجي على المسألة الأساسية. أنا قررت كمل حياتي لوحدي بشكل كامل. ما سمعتوني غلط، بدون مصاري. ولما ما بيكون في بجيبتكم 5 قروش حتى وبدون أصدقاء، كيف ممكن تستمروا بحياتكم بشكل طبيعي؟ تابعوني للآخر. وحتى بنهاية الفيديوهات فيني أكتب كتاب عن البنت اللي تخلت عن السيارة واللي كانت سيارة أحلامها بكل بساطة. وحتى بس لحتى أقدر ساوي هذا الشي لازم يكون عندي سيارة، وهذا ممكن يصير بفضلكم أنتم، ما هيك؟ يلا لشوف أحبائي المتابعين والمشتركين الحلوين، خليني أشوف لايكات كتيرة. لو سمحتوا لا تتركوني لوحدي، ماشي؟ بوساتي لألكم. شو هذا بالليل؟ مين هادية؟ لسه يا الله لسه هلا غفلت. سكوت. شو عم يصير يا ها؟ شو في؟ المتابعين؟ عم يجيني متابعين كتير؟ يه. هدول هن أصدقائي المقربين، هدول رفقاتي، هذا المكان يلي أنا عايشة فيه. لك شو اللي مفيقك من الصباح؟ وطي الصوت، وطي الصوت شوي. لحتى أكون قريبة. لك أنت شو اللي مفيقك من بكير؟ هذا الشيء بيخلق حالة من المودة والثقة بيناتنا، وبيخلق كمان جو إيجابي بالنسبة لحياتي. ما لي نفس روح أبدا. أنت مع مين عم تحكي؟ شو عم تساوي؟ لك ما عم تجاوبني كمان. خود شوف في عينك، شوف هزال خانم شو عم تعمل. ما شاء الله ما عم توقف دقيقة واحدة. اوه ليك عدد المتابعين. متابعين شو؟ لسه بيقول لي متابعين، مو شايف الزعران اللي وراها؟ المتابعين قال. بظن انك غيران على البنت مو اكثر. شو عم تقول جاكري؟ شو هالحكي الفاضي؟ انت بتحب هالبنت؟ عم بسألك عن جد. ايه بحبها. ايه جواب درامي كتير، بس تطلع واضح انه هزال خانم بتحب المصاري اكتر. يعني هاد ما له شي جديد، وبرأيي لو بتعطيها فرصة للبنت شو بيعرفني، يمكن هزال بتحب المصاري وانت. كيف يعني؟ ما بعرف، يعني ألقي هيك هيك. اذا عم تدور على بنت دراما وفقيرة وعندها كرامة بدك تدور عليها بالتلفزيون التركي، بس هزال ما له هيك ابدا. شوف وعم تعملي لايكات على التعليقات كلها، لا وفوق عم تحط لهم قلوب كمان. لك شوف. لك ولك يا ابني شو بقى؟ خلصني بقى عن جد. لك واحد لك وهن كمان عم يحطوا له قلوب للبنت. شوف. لك يا اخي اذا بدك تطلع على هالحاله رح تخسر كثير. اقعد هون تمام، اقعد واستنى مثل الغبي يا الجي، استنى مثل الغبي. لك شو عم تقول انت جاكري؟ شو عم تقول؟ ما في داعي توترني. روح تحرك تحرك. فهمت انا رايح، انا بدي روح على الحمام. العمش وغبي. ولك غبي. الله يلعنك. شو اجدب.
مقضيت لي اياها قلو. مين هدول العالم كله؟ سعاد، مين هي سعاد كمان؟ انت الصغيرة هزال؟ لصغيرة هزال؟ لتكون هزال لصغيرة؟ عفوا، هدول إلك يا خانو. إلي أنا؟ بس أنا ما طلبت شي ليكون في شي غلط. حيتوزلو ياكا، هزال كوجو، دلونا هون، هدول إلك يا خانو. بس في مجال توقعي لي؟ إيه أكيد. هات توقيعي، تفضل. تفضلي سكي. شكرا لك. اي 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 ما عم صدق ابنه. ناش ألف ليرة؟ ناش ألف ليرة؟ اي باب الإعلان، طبعا باب الإعلان. وليش لا؟ معقول ما أعمل إعلان؟ معقول يعني؟ بعمل لك إعلان وبكل سعادة وسرور كمان، طبعا بعمل. الله شو حلوين. بعمل إعلان، بعمل إعلان. أي بحلف يمين، بحلف يمين، صرت غنية بعرق جبيني أنا هلا، صرت غنية بعرق جبيني. ماني بحاجة حدا بنوم. طلعوا علي رفقاتي، هذا الفون يلي شايفينه هون مثل المعجزة تماما. طلعوا رح تحطوا منه هيك فوراً، رح خليني ورجيكم هيك، تعملوا هيك بالضبط ومنسكره طبعاً. تمام، منحط بالبلندر بهالشكل هاد، بالأول على الإيد وبعدين منوزعه على وشنا. طلعوا يا جماعة صار عم يلمع. ها بس انتبهوا، لازم تتبعوا التعليمات كلها. ممتاز. شو مكتوب؟ انتي اصلا عم تلمعي؟ بتشكرك كتير عسل فقسة 33. شو هالاسم غريب كتير عن جد؟ لك شو يعني عسل فقس؟ شو يعني عصا؟ شو يعني؟ لك في حدا بالعالم بيسمي حاله عسل فقس؟ شو هالجنان هاد؟ وكمان حابة ورجيكن على هالروج بالتحديد، اطلعوا. رح ورجيكن يا هلا، لونه عن جد بيعقد، بس اكيد مو هذا هو موضوعنا هلا. شو موضوعنا؟ لو سمحتوا شوفوا لي الجمال يلي رح يضيفوه على الشفايف. حطيها للكاميرا جوات امك. برافو عليكي، دخليها للكاميرا لجوات امك. شو مكتوب؟ تاخدي العقل. يا الله عن جد شكرا، انتوا اللي بتاخدوا العقل. كيف طالع؟ طلعوا شو رائع. وهلا شو بدنا نجرب؟ لك بكفي بقى، انت هبله يا بنتي. ايه الو، ماما. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.